بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيك العافية. رايحين نبدأ بأول توبيك عندنا بهذا المساق، اللي هو البرنترال بريبريشنز، اللي هي الإبر والحقن اللي تعطى بأشكالها المختلفة. بارنترال، كلمة بارنترال عادة احنا بنطلقها على كل الانجكتبل بريبريشنز، وهي جاية أصلا من كلمة يونانية بارا بمعنى outside وانتيرون انتستن، يعني منطقة أو إعطاء الدواء بطريق خارج طريق الانتستن وطريق الأمعاء بشكل كامل، واللي هي المقصود بالبارنترالز دائما اللي هي الانجكتبل بريبريشنز. الآن يعني في صفات متعددة للبارنترال بريبريشنز راح نمر عليهم خلال المساق، لكن بداية في عندنا تو بروبرتيز أو يعني تو كاركترستكس للبارنترال بريبريشنز مهمين جدا، اللي هو أن يكون ستيريل وبايروجين فري. إذا البارنترال بريبريشنز أو الانجكشنز لازم يكونوا ستيريل وبايروجين فري بنفس الوقت. هلا أنتم بالسوتكس 2 حكينا عن المفروض يعني اخذته عن البايروجين وكيف الطرق المستخدمه تو ليميت ذا بايروجين كونتنت بالبريباريشنز، وحتى لو في بايروجينيك ماتيريال كيف نتخلص منها من الفورميليشنز. فاذا يعني بس هذول الصفتين للتاكيد انه كل الانجكتبلز لازم يكونوا ستيريل معقمين وبايروجين فري. ستيريل معنى انه ابسنت البريباريشن ابسنت of any viable bacterial or fungi cells، يعني خالية من أي خلايا حية من البكتيريا أو الفنجي. البايروجينز باختصار شديد هي عبارة عن bacterial endotoxins, organic metabolic products shed from gram-negative bacteria, which can cause fever and hypotension in patients when they are in excessive amounts in intravenous injections. يعني اخطر شيء اكيد الانترافينوس روت، لانه مباشره تدخل الفورميليشن لداخل البلد ستريم، وبالتالي اذا كان في اي بايروجينيك ماتيريال بيكون فيري سيريس كونسيرن بالنسبه لنا. من وين تيجي هاي البايروجينز؟ من الاندوتوكسينز اللي هي موجوده بالبكتيريا نتيجه لقتل البكتيريا، ممكن اثناء الاوتوكليف او اثناء الستيرلايزيشن بيصير في يعني ريليس او بتطلع هاي الاندوتوكسينز، بتصير موجوده از كيميكال يعني انتيتي موجوده في الفورميليشن، وبالتالي ممكن تشكل خطوره على المريض. ادفانتجز اوف انجكشنز، اذا بنحكي احنا عن الحقن الان ايش الادفانتجز؟ رابيد دراج اكشن، خاصه اذا بنحكي عن الانترافينوس روت اوف ادمنستريشن، مباشره الدواء بيدخل الى داخل البلد سيركوليشن، فهاي يعني ادفانتج اذا كان بدنا الدواء بسرعه يبدا مفعوله. الادفانتجز كمان للانكوبريتيف بيشنت، اذا كان المريض غير متعاون او بقاوم برضه طريقه يعني لاعطاء الدواء للمريض اذا كان غير متعاون. انكونشس بيشنت، المريض مغيب برضه بنقدر نعطيه الدواء بهاي الطريقه. ديفيكولتي ان سوالوينج، في بعض المرضى بيكون خاصه كبار السن عملية البلع عندهم صعبة كثير، لدرجة أنه بفضل يأخذ الدواء على شكل إبرة أحسن من أنه يأخذه على شكل تابلت أو كابسول. أو في أحيانا كمان الدواء بيكونش فعال إلا إذا انعطى على شكل إنجكشن زي الإنسولين والهيبارين. الإنجكتبل بريباريشنز زي الإنسولين والهيبارين تنعطى، هلا الهيبارين بنعطى بالمستشفيات، لكن زي الإنسولين بنعطى سبكوتينيوس، وهي بتكون فقط افكتيف اذا انعطى عن طريق الانجكشن، يعني انسولين عن طريق الفم ما بينعطى لعده اسباب، يعني منها انه الانسولين ممكن يخرب بالستمك نتيجه الاسيديتي اوف ذا ستمك، او حتى لانه لارج مولكيول ممكن ما يصير له ابزوربشن من خلال الانتستين، ولذلك يعني الانسولين موجود على شكل انجكشن وبينعطى سبكتينيسلي. Sustained release depot برضو من الادفانتجز انه بنقدر احنا نعطي الدواء على شكل sustained release formulation intramuscularly، يعني على الاغلب بهيك حاله بيكون intramuscular injection، يعني ابره بتنعطى بالعضله وبالعضل بيضل هذا الدواء يعني على شكل depot او على شكل مستودع، وبصير في continuous release of the drug from the site of injection
لمدة زمنية طويلة. ممكن البداية الصيدليات بيسمعوا عن الإبر شهرية، بتنعطى مثلا مرة كل شهر، والدواء بيظل يصير في continuous release لإله من الانجكشن سايت لمدة زمنية طويلة. فهاي من الادفانتجز برضو لل injectable preparations. Disadvantages: أكيد الـ pain at site of injection should be administered by healthcare person, physician or nurse. عادة الممرض أو الطبيب هو المؤهل لإعطاء هاي الحقن. طبعا بالنسبة للصيدلاني بالأردن مش مسموح له إنه يعطي إبر. الإنسولين هو استثناء لأنه بنعطى subcutaneously والمريض بحاجة لاستعماله بشكل يومي ممكن مرة أو أكثر، وبالتالي بحاجة إنه المريض بحد ذاته يعني يتعلم كيف يستعمل الإنسولين injections subcutaneously. هون بيجي دور الصيدلاني إنه يعلم المريض كيف الطريقة الأفضل لأخذ الإنسولين injection. Additional cost for the administration برضو من disadvantages injections إنه في عنا تكلفة إضافية على المريض، بحيث إنه بحاجة لما يأخذ الإبرة إنه يروح على عيادة أو على المستشفى. Risk برضو من disadvantages لأنه في عنا risk of infection at the site of injection، ممكن يتكون عنا thrombus خثرة على site of injection أو تتحرك وتصير embolus وتتحرك وتروح من 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 وريد مثلا، يعني خاصة إذا كان على الأوردة. ولا الخوف إنه الوريد ممكن يشيل هاي الخثرة أو الإمبولوس ويروح فيها وين؟ الوريد بده يرجع على القلب اللي هو الفين، بيرجع على القلب وبعدين بيروح من القلب على الرئة، فبصير في عندنا pulmonary embolism. ممكن هاي من risks of injections. Drug cannot be retrieved after injection، يعني إذا كان مثلا المريض أعطيناه الإبرة وبعدين ظهر عنده side effects ما قدر يتحملها، ما بنقدر نرجع الدواء، يعني ما بنقدر ناخذ الدواء نرجعه من جسم المريض لأنه صار في منطقة، يعني صعب إنه ما بنقدر نرجع الدواء بعد الانجكشن، وبالتالي بيضطر المريض يتحمل السايد افكتس حتى يروح مفعول الدواء. الروتس اوف ادمنستريشن اللي راحين نحكي عنها، عندنا الانترافينوس روت اوف ادمنستريشن الاي في، في عندنا الانتراماسكولار اي ام، وعندنا السبكوتينيوس الاس سي او اس كيو. هذول اهم ثلاث روت اوف ادمنستريشنز. في عندنا الانتراديرمال اي دي، وفي عندنا كمان اللي هي انجكشنز انتو ذا اورجانز، زي مثلا ابره بالمفصل انترا ارتيكولار، او ابره بجوينت فلويد اريا انترا سينوفيال بنسميها، بالسباينال كولوم انترا سباينال، بالسباينال فلويد انتراثيكال، وبالارتريز انترا ارتيريال، او انتو ذا هارت بنسميها انتراكارديك. كمان في عندنا مثلا بالعين ممكن تنعطى ابره بالعين نسميها انترا اوكيولر. فهاي الابر باشكالها او بالروتس المختلفه اللي ممكن تنعطى فيها. اهم يعني انتم كصيادله اكثر شيء راح يمر عليكم بالصيدليات اللي هم هذول الاربع اشكال او الاربع روتس اوف ادمنستريشن. الانترا ماسكولر الابره بتكون طويله، النيدل لاحظ كيف انها طويله حتى توصل للعضله. بنحكي على الانترافينوس الابره كمان طويله نفس الشيء حتى توصل للفين. السبكوتينيوس بتكون عاده النيدل لها قصيره حتى نوصل فقط لمنطقه السبكوتينيوس underneath the dermis من الجلد، والانتراديرمال اللي هي ابره داخل الديرمس. هاي الانتراديرمال عاده يستخدموها للكشف عن وجود تحسس عند المريض، تحسس من المواد. ممكن يكون في إبرة تنعطى انتراديرمال داخل الجلد وبعدين بنشوف إذا في أي رياكشن أو صار في أي تحسس عند المريض من هاي الإبرة بالسايت أوف إنجكشن انتراديرمال إنجكشن. انترافينوس إنجكشنز إذا هي تنعطى عادة إما بباسيليك أو سيفاليك فينز on the back of the hand and dorsal forearm. Those are the best peripheral veins for IV therapy.
طبعا برضو بأكد انه مش دور الصيادله انهم يعطوا هاي الابر، لكن بس نعرف احنا كيف تنعطى او وين تنعطى هاي الابر، into the vein بالباسيليك او سيفيليك فينز بالذراع. ننتبه انه اكيد البريبريشن بدها تكون ستيرايل معقمه، السرنج بده يكون معقم، وكذلك يعني المفروض انه المنطقه اللي بدين يعني تنعطى فيها الابره يصير فيها disinfection، نعمل عليها disinfection، تنمسح الكحول حتى تتعقم. فإذا syringes and needles must be sterile and the point of entrance must be disinfected to reduce the chance of carrying bacteria from the skin into the blood via the needle. IV administration of drugs directly into bloodstream, no absorption step. إذا إحنا بهاي الحالة لما نعطي الدواء IV بيدخل الدواء مباشرة على البلاد ستريم، فإذا بدي أعمل أنا مثلا قياس لتركيز الدواء بالدم كيف بتغير مع الوقت، بنلاحظ إنه at time zero أو يعني at the time of the injection، يعني لما بخلص من الإبرة تماما بيكون هذا أعلى تركيز للدواء في الدم، وبعد ذلك بيبدأ تركيز الدواء بالدم يتناقص تدريجيا، إما يعني لعدة أسباب حسب حركية الدواء، لكن أعلى تركيز للدواء لما بنعطى IV bolus بيكون at time zero اللي هو at the time of injection، في لحظة ما تأخذ الدواء بنكون وصلنا أعلى تركيز بالدم، هذا بال IV bolus، وبالتالي بنتوقع أنه يكون في rapid onset of action، يعني تأثير الدواء بيكون سريع على الجسم بهذا النوع من الادمنستريشن. هلا ممكن يكون الـ IV administration bolus، يعني الدواء مرة واحدة بينعطى IV، أو ممكن يكون IV infusion، بيعتمد على الـ rate of infusion اللي لازم الدواء ينعطى فيها. IV drugs are in aqueous solution because they must mix with the circulating blood and not precipitate from solution. إذا يعني في صفتين مهمات للـ IV preparations، هذول يعني ضروري كثير يعني كformulation، إنه يكون الـ IV preparations كلياتها aqueous solution. إذا رقم واحد aqueous مائي، رقم اثنين solution محلول، يعني ما بنفع نعطي suspension intravenous لأنه البارتيكلز هاي اللي موجودة بالسسبنشن رح تسكر الشرايين الصغيرة، وبالتالي ممكن تعمل يعني serious consequences. يعني برضو كمان المحاليل بدها تنعطى عن طريق الفين intravenous بدها تكون محاليل مائية، ما بنفع نعطي شيء زيتي ندخله جوا الدم، هذا يعني أكيد رح ينتج عنه serious consequences. فإذا هاي النقطة اللي هي aqueous solutions، المحاليل لازم تكون الوريدية كلياتها aqueous وsolution، ما في أي suspension أو أي particles أو أي precipitate ممكن ينتج داخل الformulation. الآن ليش؟ لأنه ممكن هذا يسكر الأوعية الدموية الأصغر اللي ممكن ينتقل إلها الformulation داخل الدم. حتى لما نعمل IV ميكستشرز، في شيء اسمه IV admixtures، يعني خلطات، يعني دواء مثلا مطلوب انه احنا نحطه ب IV bag، وبعدين هذا الـ IV bag يعني ينعطى للمريض بعد ما الدواء دخل جواته، نتأكد انه ما صار في precipitation، لانه اي precipitation بصير ممكن ينتج عنه serious consequences داخل الـ bloodstream، ممكن يسكر الأوعية الدموية الأصغر. هلا في عندنا استثناء، في عندنا exception لهي القاعدة اللي هي aqueous solution، يعني الـ IV preparations حكيت أنا لازم تكون كلها aqueous solution. عندنا استثناء اللي هي الـ total parenteral nutrition، مرات المريض بيكون بحاجة لتغذية يعني من الفاتي أسيدز أو من الفاتي ماتيريالز، بحيث إنه بنضطر إن نحضر emulsion، fat emulsion، ونعطيه للمريض على شكل intravenous. لكن عادة هاي الـ total parenteral nutrition أو المغذيات الوريدية بتكون عادة تنعطى مش بنفس الباسيليك والسيفاليك فينز اللي حكينا عنهم، بتنعطى عادة بسنترال فينز
وبدهم اوبريشن معين حتى يعني تو سيت اب طريقه الادمنستريشن. بيكونوا عاده يعني بيدخلوا على فينز كبيره، ما بيدخلوا على فينز صغيره. تمام. فاذا باختصار المحاليل لازم تكون الوريديه اكويس سوليوشنز، ايش بدنا نعطيه اي في لازم يكون اكويس وسوليوشن محلول مائي. الاستثناء الوحيد اللي هو تي بي ان توتال بارنترال نيوتريشن بتكون عباره عن اي في فات ايمولشنز وبتنعطى بفينز عاده اكبر من الفينز العاديه اللي بنعطى فيها الريجولر اي في بريبريشنز، عاده بتكون سنترال فينز. اي في انجكشنز كان بي اوف سمول فوليومز. الان حجم الابره اللي بتنعطى انتروفينوسلي ممكن تكون ابره صغيره 5 ملليلتر مثلا او 2 ملليلتر حسب يعني الجرعه، او ممكن تكون لارج فوليومز، ممكن يكون اي في باج عباره عن 1 لتر او 1000 ملليلتر. فهذول طبعا اكيد الاي في باجز بنشوفهم احنا بالمستشفيات، بيكون يعني انواع مختلفه، ممكن يكون في عندنا 0.9% صوديوم كلورايد نورمال سلاين هذا اللي بنسميه، ممكن يكون 5% ديكستروز سوليوشن إلى آخره من المحاليل الوريدية اللي ممكن تنعطها على شكل IV bags. مرات ممكن الدواء ينضاف لهي IV bags، هذا دور للصيدلاني طبعاً إنه يضيف الدواء بطريقة سليمة under aseptic conditions ويتأكد إنه ما صار فيه precipitations ويتأكد إنه صار فيه proper mixing داخل IV bag، وبعدين بيعطي الكيس للممرض أو للطبيب علشان يصير في يعني ادمنستريشن من قبلهم للدواء من خلال الاي في باج. الان الاي في باجز هاي بيكونوا عباره عن اي في انفيوجن بسرعه معينه، الريت اوف انفيوجن سرعه اعطاء الانفيوجن او سرعه اعطاء الدواء، هاي الريت مهمه لانها يعني ضروريه اذا يعني اخذتوا بحركيه الدواء كيف انه الكونستنت ريت اي في administration بيضمن انه البلازما كونسنتريشن اوف ذا دراج ريمينز كونستانت خلال عمليه الانفيوجن، وبالتالي لازم نتحكم بالريت اوف انفيوجن يكون كونستانت وعلى مستوى معين. اللي ماخذين المختبر راح يعني تاخذوا شويه كالكوليشنز متعلقه بهذا الموضوع، لكن يعني باختصار اذا بتشوفوا انتم الاي في باجز بيكون عاده موصله باي في لاين، الخط اللي بيوصل ما بين الباج والمريض، هذا الخط بيكون فيه عليه كومبارتمنت زي حجره هيك بلاستيكيه شفافه، بتكون النقط عمالها بتنزل داخلها، فبقدر اعد انا عدد النقط، وبيكون تحتيها في ويل في عجله هيك دولاب على الخط، بقدر انا يعني افتحه او اسكره، بزيد من الفلو وبقلل من الفلو، فبقدر انا اعد النقط اللي نازله بير مينت، كل نقطة 0.05 ملليلتر وبعرف تركيز الدواء فيها، فبقدر أحسب الريت of administration من هاي الطريقة البسيطة، وبزيدها وبقللها باستعمال الويل اللي هو أو الدولاب هذا اللي بيفتح اللاين أو بيسكره. هاي الطريقة اللي هي التقليدية. في طبعا الآن الـ IV pumps مضخات إلكترونية بنحط الخط عليها وبتحكم أنت بالسرعة، بتطلب سرعة معينة على الجهاز يعني بتبرمج بيعطيك سرعة ثابتة constant rate IV infusion من خلال الـ IV pump. before injection لما نعطي الإبرة بس معلومة يعني إنه عادة لما بيعطوا الإبرة IV بيسحب الدكتور أو الممرض بيسحب البلنجر تبع السرنج برجعه لورا شوي بتأكد إنه في دم بيطلع جوا السرنج علشان نتاكد انه هو دخل النيدل دخلت جوا الفين ما طلعت برا. فاذا باك فلو اوف بلاد انتو ذا ادمنستريشن سيت اور سيرنج انديكيتس بروبر بليسمنت اوف ذا نيدل ان ذا فين. اذا ما رجع دم معناته ما دخلنا جوا الفين وبالتالي بيكون الادمنستريشن غير صحيح. بالانتراموسكولار روت اوف ادمنستريشن لو نعطي الدواء اي ام، IM injections of drugs provide effects that are less rapid but generally longer lasting than those obtained from IV administration. يعني بنعطي الإبرة بالعضل. الآن إحنا المطاعيم اللي بتنعطى كلها
الآن يعني مطاعيم الكورونا تنعطى انتراماسكولار بالعضل. الآن هاي الانجكشنز الفورموليشن لإلها ممكن يكون اكويس سوليوشن او ممكن يكون اويلي سوليوشن ابر زيت او ممكن تكون سسبنشن فورموليشن. فاذا عندنا الثلاث خيارات لما نعطي انتراماسكولار، بينما بالنسبه للاي في ادمنستريشن اكويس سوليوشن فقط لا غير، استثناء وحيد اللي هو الفات ايمولشنز بالتوتال بارنترال نيوتريشن وفي له يعني ادمنستريشن معين. اذا بالانتراماسكولار ممكن الفورميليشن نعملها سوليوشن اويلي اكويس او سسبنشن. بالنسبه للانجكشن اذا بالانتراماسكولار روت بده يعني الطبيب يعطي الابره او الممرض بشكل اللي يضمن انه الجرعه تستقر داخل العضله انتو ذا ماسل من دون ما يضرب اي فين او اي نيرف. وهون الخطوره بالموضوع الريسك، طبعا اذا ضرب نيرف ممكن يصير باراليسز ابسس، وبعدين النيدل بالانتراماسكولار عاده بتكون كبيره ففي خطوره انها توصل يعني للنيرفز او يعني او الميجر نيرفز خاصه. ممكن يصير في عندنا ابسس او سيست التهاب على السايت اوف انجكشن، ممكن يصير في عندنا امبوليزم اذا وصل يعني ثرومبس لداخل الفينز خلال الانجكشن وتحركت مع الدم ممكن تعمل امبوليزم، هيماتوما نزيف او سكارينج ممكن تترك ندبه مكان الانجكشن. المكان المفضل للادلتس للانتراماسكولار انجكشنز اللي هي منطقه جلوتس ماكسيموس بنسميها هاي العضله اللي هي منطقه الورك، يعني هاي المنطقه اللي يعني نوعا ما ما فيها فايتال اورجانز وبعيده يعني عضله كبيره بتستوعب كمان حجم كبير من الانجكشن، يعني ممكن تستوعب لغايه 5 ملليلتر. يعني مقبول هذا الموقع فور انجكشن. الموقع الاسهل اللي هو الدلتويد منطقه الكتف بالدلتويد مصل، يعني اسفل الكتف قليلا، هاي المنطقه بالدلتويد مصل اللي هي منطقه المطاعيم اللي يعني بنعطى فيها المطاعيم، هاي يعني منطقة سهل الوصول لها ويعني يعني ولذلك يعني بتكون عملية أكثر، ولكن مشكلتها إن المصل هاي صغيرة، حجم الإنجكشن اللي بنقدر يعني لغاية 2 ملليلتر بنقدر نعطي فيها مش أكثر. طبعاً بالإنفانتس واليونج تشيلدرن دلتويد مصلز of the upper arm or the midlateral muscles of the thigh are preferred. عادة للأطفال بفضلوا منطقة الفخذ، خاصة الأطفال حديثي الولادة منطقة الفخذ مفضلة أكثر، بتكون لسه منطقة الجلوتس ماكسيموس الورك لسه بعدها مش العضلة يعني فيها لسه بعدها صغيرة، فمنطقة الثاي للأطفال حديثي الولادة يعني أو الأطفال بشكل عام young children والإنفانتس المنطقة المفضلة للإنتراماسكولار روت اللي هي منطقة الثاي الفخذ. حتى الكبار ممكن برضه الادلتس ممكن اعطاء الانتراماسكولار انجكشن عن طريق الثاي ممكن برضه. طيب انا الشعبه الاولى وقفت معاهم هون فخلينا نكون ماشيين مع بعض، فانا راح اوقف هون بنكمل المره الجايه ان شاء الله تعالى. في حدا عنده سؤال او استفسار؟ دكتور يعطيك العافيه. الله يعافيك دكتور. نسحب الماده الموجوده على الـ MS؟ آه نفسها. طيب دكتور أنا عندي مشكلة اللي من امبارح بحاول أفتح على الموقع الموجود على الـ MS بس ما بتفتح معي المحاضرة. هلأ فتحت عن طريق الواتساب. بطلب باسورد؟ لا ما بطلب باسورد بس بضل يعطيني إنه ما معلقة يعني إنه مش راد تفتح المحاضرة. ما في مشكلة. بالسكشن الوان وبالسكشن التو يعني بالسكشنين محطوطين على المنصة. لا هذه بتزبط ولا هاي بتزبط معي، بعرفش اذا مع غيري نفس الشيء ولا لا. في حدا صارت معاه نفس المشكله ولا بتدخل من المنصه مباشره؟ انا كمان يا دكتور نفس المشكله ودخلت على من في حدا دخل من المنصه مباشره؟ انا دخلت من المنصه مباشره دكتور. اوكي ما في مشكله يعني فيها. تمام دكتور الرابط معناته مزبوط.
ممكن مرات المنصة بيكون في عليها overload ممكن، فبترجع بتحاول مرة ثانية ممكن تدخل عن طريق المنصة. والله يا دكتور حاولت كتير ما بعرف، أنا المحاضرات الثانية ما عندي مشكلة فيها، بس مادتك دكتور. طيب خلينا نشوف يوم الأحد، بحاول. خلينا نجرب يوم الأحد، ظلت المشكلة قائمة. مين كمان صارت عنده نفس المشكلة؟ هلا في صبية دكتور حكت. في حدا اسمه حكت. طيب يا دكتور أنا كمان نفس المشكلة ودخلت عن طريق الواتساب. طيب خلينا نشوف يوم الأحد، بلكي إنه الأمور يعني ما صار عندكم نفس الشغلة، وإذا ظلت المشكلة احكوا لي بشوف أنا قسم جماعة التكنولوجيا المعلومات بلكي ساعدونا فيها. ماشي دكتور يسلموا. يا هلا. طيب أنا راح أتوقف هون، اللي عنده سؤال بإمكانه يضل معي، راح أضل دقيقة تقريبا دقيقتين، اللي بده يغادر بإمكانه يغادر. يعطيكم العافية. دكتور ما في سكشن تانية؟ في السكشن الأولى، في تو سكشنز، في عنا إحنا شعبتين لهذا المساق، في الشعب الأولى والشعب الثاني. أنت الشعب الثاني؟ لا لا قصدي اليوم، قصدي اليوم يعني هلا في كمان محاضرة ولا بس هذا؟ لا ما في سكشن ثاني. لا أنا يعني راح أمشي معاك وبالمحاضرات سكشن واحدة، إذا حسيت إنه إحنا متأخرين بالمادة راح أصير أفتح سكشنات زيادة بعد السيشن الأولى، أرد أعطيك كمان سيشن. خلينا نشوف كيف بنمشي بالمادة. ماشي أوكي دكتور يعطيك العافية.